مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم المتجدد حدث في أراكان. توفي أكثر من 40 لاجئ روهانجيم في وسط نهر ناف إثر غرق قاربهم جراء اصطدامه بالأمواج العاتية. أنكرت الحكومة البرمية في برلمانها بالإجماع أحقية الروهانجيا في أراكان، زاعمين أنهم دخلاء من بنغلاديش ولا حق لهم فيه. اقتحمت عصابة بوذية في أكياب مزرعة تعود لمسلم روهانجي وأطلقت النار على حارسها ثم استولت على ما فيها من ثمار وبهائم. فاد مراسل وكالة أنباء أراكان أن السلطات البرمية داهمت منزل أحد العلماء الروهانجيين في شمال مندو وألقت القبض على ابنه الذي يبلغ 15 عاما. صرح حاكم أكياب أن جميع الجرائم مباحة على المسلمين الروهانجيين بحجة أنهم دخلاء، مؤكدا أنه لن يقبل أي شكوى منهم. ألقت قوات الأمن البرمي القبض على 4 روهانجيين من منازلهم ثم قامت بسجنهم وتعذيبهم حتى الوفاة. قام 30 من قوات النسكة باغتصاب 5 فتيات روهانجيات لا تتجاوز أعمارهن 18 وتركوهن في حالة حرجة. أنقذت القوات البحرية السريلانكية أكثر من 35 لاجئ روهانجي جرفتهم الأمواج عقب وصولهم لحدودها البحرية. يشار إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من اللاجئين الذين أنقذتهم القوات السريلانكية من حدودها. يعيش سكان المنطقة الشمالية الغربية من أراكان في قلق دائم جراء الاعتقالات التعسفية، حيث إن كثيرا منهم يقبع في السجون منذ بداية الأزمة. حذر مبعوث حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة ميانمار من استمرار العنف في أراكان، مطالبا الحكومة بحل مشكلة العنف في أراكان وفتح حرية التنقل في المخيمات. وصلت لجنة الخمينية الإغاثية الإيرانية إلى ميانمار لأسباب غير معلومة في خطوة يعدها المحللون مقلقة خوفا من توغل التشيع هناك. أطلقت الدوريات البوذية النار على 4 روهانجيين بقرية نار الله، مات منهم 2 فورا وأصيب الباقون بإصابات خطيرة، فيما ظلت الحكومة ساكنة دون أي تحقيق. اتجهت الحكومة الميانمارية إلى المناطق الشرقية من أراكان لابتزاز أموال الروهانجيين وتشريدهم من هناك. شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت www.arakanna.com.